بحكم شغلي بشركات السيارات طبعا فترة طويلة اشتغلت نشتغل على الموبيليتي سوليوشنز اللي هي شنو، انه شلون السيستم مال المدينة مال السيتي يكون سمارت، يعني مثلا السيارة تكون سمارت، الناس اللي عندها سمارت ديفايس سمارت فون ديمشون الانفراستراكشر الباركات تكون سمارت، اللايت او العواميد اللايت ايضا تكون سمارت. فهنا انا حسب ما من خبرتي انه حتى اللايت عواميد اللايت اللي بالطريق مثلا الدنيا ليل زين ماكو سيارات، فليش هاي عواميد اللايت مفتوحه؟ بس لما تمر سياره ممكن انه او بوقت معين خلينا نقول رش اور لو انه بدايه ناس تروح للشغل ممكن هاي اللايتات تشتغل او تشتغل بكثافه او تشتغل باقل كثافه حسب عدد السيارات حسب الانسيدنت. فهاي اشوف انه الحشي اللي حشيتها باور اوف ايثرنت وسمارت لايتنج سيستم مو بس انه مكانات ناس تسكن هوتيل وسوالف، ممكن حتى بالمدينه بالسيتي انفراستراكشر باللايتنجز بالعواميد هاي اللي نشوفها العاديه. فهل هذا يعني من المجالات اللي تشوفها راح تصير بالمستقبل؟ يعني هو موجوده بعض المدن تسويها يمكن باسيا باليابان، بس شنو رايك بهذا الموضوع؟ نعم شكرا جزيلا، سؤال كلش حلو. هذا الشيء اوريدي موجود، صار له فتره همات، واحنا اشتغلنا على مشروع كان بدبي اشتغلنا عليه، ومشروع هنا بجورجيا هم اشتغلنا عليه. الفكره هي تكون شنو، اللايت تكون سمارت، لأن أضوية الشوارع تكون سمارت. يعني ورا الساعة 12 بالليل ماكو سيارات أصلاً، فاللايت نفسه يخفض روحه ليوصل 20% من نسبة الإضاءة. طبعاً لما توصل 20% أنت تعرف تحكي 80% ماكو. تخيل هاي الشوارع إيش قد توفير الطاقة لهالشيء. Big savings. Oh yeah. كلش فشيء قوي. لنقول مرة السيارة من تمر أول عمود لح يستشعر انك السياره راح تجي قريبه، فيقوم يعطي يقوم يعطي 60% اللي يحكي للعمود اللي بصفه، العمود بصفه يعطيني 80 يوصل لل 80 بعدين 90 هكذا. عمود لا تشد الاضاءه مره واحده على السائق ومثلا ياثر على طريقته، فشي يحس انه كانما داخل المدينه كلش ذكي، يعني من كثر ما حلو اللايت يطلع بهالطريقه هذه. صحيح، فكل لايت يحكي ويا بصفه، كل عمود يحكي ويا بصفه. طبعا هاي نوع الذكاء الموجود. فتمرت السياره، اللايت الاول بعد ما عبرت السياره عبرته راح يقوم يخفض روحه يرجع ل 20% صح انيا، بحيث السائق انه ما يحس انه هو اكو خفض بالاضاءه، لا الاضاءه موجوده، الاحاسه موجوده، بس هي فعليا مجرد لان هو اجى اللايتات اشتغلت بطريقه تسلسليه، اشتغلت اللايتات. طبعا لنقول السؤال احتمال يجي سلسال انه هاي من اكو توكينج، اكو حكي بين عمود وعمود، بين لايت ولايت، اكو طريقه تحادث. فمعناته ممكن يجي واحد هاكر انه احتمال يخرب السيستم، يخرب الهاي السيستم. طبعا موجود على يكون على الكلاود اللي هو محفوظ البيانات كلها عن طريق الانترنت، واي شيء يصير مشكله راح اكو باك اب سيستم، يعني راح يجي انيا يعوض الشيء الضرر، لنقول إذا الضرر. الشغلة الثانية السكيورتي البروتوكول يستخدموه، بروتوكول زيجبي اللي هو موجود بكل مؤسسات الدوائر الحكومية، هذا صعب من الصعب حيل أنه أي هاكر يستخدمه، ومستحيل حجي صعوبة وكمبيوترات هلقت كومة على مود يجي يهكر لك لايت أو شيء، فما أعتقد هاي التخريب لح تصير. بس هي نقطة كلش مهمة ذكرتها اللي هي اللي احنا نسميها الـ IT infrastructure. زين الاركيتكتشر هذا مال IT already موجود، يعني لما واحد يحول من اللايتنج العادي للهاي اللي بدنا نحكي عليه POE smart lighting already راح يجي بي خلينا نقول طعم من طعم الـ يعني بي فليفر مال IT. فانت اذا تريد تطوره already انت سويت الاستابليشمنت، يعني ركبته بالبداية. فهذا اللي دا تطمح له هاي المدن الكبيرة او الستيت لما تحط العواميد هاي، حتى مثل ما قلت هاكر لا يجي ويخرب، فيقدر يبني على هذا الانفراستراكشر. فهاي بما احنا دا نعيش هذا الزمن اللي هو دا يصير ديجيتال والIT والسيكوريتي وكل شيء دا يصير سمارت، ف انه دا نشوف انه شغلة سمارت لايتنج مجرد وقت بس وتصير كلها سمارت لايتنج. ترى حاليا اكو ترانزيشن اوكي، الشركات الكبيره الفنادق الستيت الموبيليتي سوليوشنز فهمنا انه لازم يدورون على هالشغله على مود البنفيت بروفيت، بس اعتقد كل شيء راح يصير بعدين بالمستقبل يوصل هالمرحله من الانفراستراكشر مال كلاود او مال سمارت لايتنج. اذا عجبتكم هاي اللقطه وتريدون تسمعون الحلقه كلها كامله ومواضيع اخرى تريدون تسمعوها، روحوا على اليوتيوب وبلا زحمه سوونا هناك سبسكرايب.